تحت رعاية المكرم الشيخ أحمد العفيلي عضو مجلس الدولة، نظم فريق السورة التطوعي حفلاً لتكريم أعضاء الفريق بولاية بوهلة، وبحضور عضو مجلس الشورى بالولاية ومجموعة من الأعيان والأهالي وضيوف شرف لهم باع كبير بالعمل التطوعي. ابتدأ الحفل بفقرة ترحيبية لفرقة بوهلة للفنون الشعبية، كما قدمت أيضا طالبات مدرسة النجوم الصاعدة فقرة ترحيبية أخرى. بعد ذلك ألقى المنسق العام لفريق السور التطوعي الفاضل خميس المصلحي كلمة الفريق. يشتغلوا في عمل مؤسسي أهداف مرسومة وأهداف محققة، ولله الحمد الشباب وصلوا في يعني وصلنا على مستوى الوطن العربي، وصلنا على مستوى الخليج مشاركة. وتلا ذلك عرض مرئي حول إنجازات وفعاليات الفريق. المنشد المبدع البراء الصيادي. واختتم الحفل بتكريم أعضاء الفريق وراعي الحفل. من حفل فريق السور بولاية بوهلة، محمد العمري، مؤسسة عمان ميديا للإنتاج الفني.